عندك منزل وتريد تسوية وضعيته القانونية، مكتبنا سيساعدك بكل الإجراءات اللازمة للمنازل المبنية أو الغير المكتملة التي أنجزت قبل 2008. المنازل التي لها رخصة البناء ولم تنجز مطابقة للرخصة، مثلاً قمت بتغيير أو توسيع. المنازل التي أنجزت مكتملة ولم يتحصل صاحبها على رخصة البناء وشهادة المطابقة. المنازل الغير المكتملة وليس لديها رخصة البناء. المنازل التي في طور الإنجاز ويريد صاحبها طلب رخصة البناء. المنازل التي أكملت إنجازها بعد 2008 وليس لها رخصة البناء. المنازل التي أكملت إنجازها ولها رخصة البناء وتريد أن تغير أو توسيع أو زيادة طابق. المنازل التي أنجزت بعد 2008 ولديها رخصة البناء وتريد الحصول على شهادة المطابقة. للاستفسار والإجابة على أسئلتكم يرجى الاتصال على الأرقام التالية أو زيارة مكتبنا.